سيدة ريتا يمين الخوري منسقة بمكتب رعوية الزواج والعائلة موجودة معنا اليوم، الأبات سمعان أبو عبدو كمان منسق بمكتب رعوية الزواج والعائلة موجود معنا، والموضوع هو مؤتمر حماية العائلة، حماية ووساطة ب 28 شهر نهار السبت، رح نحكي عنه بتفصيل ونحكي عن كمان مكتب رعوية الزواج والعائلة ويعني أهدافه. أهلا وسهلا فيكم. ميرسي، أهلا فيك. أهلا فيك. رح أبدأ معك ريتا مع زوجك سليم كمان، يعني سلامات لإله. يعني سألكم فترة طويلة ملتزمين بهالموضوع، كعائلة قد ايه أهمية أن نكون ملتزمين بهيك أهداف وهيك نشاطات؟ التزامنا من زمان، من 25 سنة أكيد فوق شغلنا، منحب نكون بينيفولا بهالدومين، وهذا دومين كتير هو على الأرض بحاجة. العائلة أنت بتعرفي على كل الأصعدة، وكنا قبل باللجنة الأسقفية لشؤون العائلة، ولما سيدنا البطرك هو استلم سنة 2011 أسس مكتب للعائلة، وحطنا نحن ككوبل والمنسق كمان أباتي سمعان أبو عبدو لنكون عم نكون على خدمة العائلات ولحاجاتهم. أباتي، هالمكتب شو هدفه بالتحديد؟ الهدف المكتب هو مساندة العائلة، له عدة أهداف، بس كل سنة نحن بناخذ، كل سنة أو سنتين بناخذ برنامج، بنحط برنامج هي مساندة العائلة، رسالته هي رسالة العائلة، حماية العائلة، وحدة العائلة، أساس العائلة. ليه؟ لأنه بنجتمع البطرك، غبطة أبينا البطرك مر بشارة بطرس الراعي، بحامل هم العائلة، وبيهمه أنه الكنيسة ترافق العائلة. نحن اليوم عم نرافق هالعائلة بكل نشاطاتها، بكل أمورها، وصلنا لوقت انه هالمكتب لاقى على الارض انه صار في متطلبات جديده بالنسبه للعائله. العائله عم بتعاني، العائله في امور كثيره، تحديات لها بالمجتمع، ماديه، اقتصاديه، اجتماعيه، نفسيه، تربويه، كلها سوا هيدي. حبينا انها تكون مهمتنا ورسالتنا اكثر شيء نركز على الاصغاء والمرافقه. الاصغاء والمرافقه، وهيدي عم نشتغل عليها بعده امور موجوده بقلب العائله. في المؤتمر رح نحكي عنه كمان. بس هالاصغاء والمرافقه عمليا على الارض كيف عم بتصير؟ عمليا على الارض نحن ضمن الابرشيات المارونيه، المفروض انه كل ابرشيه يكون عندها مركز اصغاء. هالمركز اصغاء اي عائله متنازعه او عندها اي تعثر، حتى استشاره ما ضروري تكون الاشياء كبرت، بتلتجي لهالمركز هيدا، وفي اكيب بتساعد هيدا بالنظام العام. بس على الارض مش كل الابرشيات عندها، نحن واجباتنا وخدمتنا عم بتكون انه نشجع. كيف بنشجع على الارض؟ عم نخلق عناصر، عم نخلق كل المستلزمات، كل الحاجات اللازمه لحتى نساعدهم لخلق وتطوير مراكز الاصغاء، ان كان بالرعايه ولا كان بالابرشيات. يعني من الاشياء لقينا انه في حاجه لتسقيف ولنحط اشخاص كوادر من ازواج، من افراد يكونوا عم بيتعلموا تقنيات تيكونوا حد هالعائلات المتنازعه اللي عم يقدروا يصغوا لها مثل ما لازم ويساعدوها. ومن هون كانت اتفاقيه مع جامعه الحكمه، عم نعمل عنا بمركز مكاتب بكركي بالزوق سيستم دي يو ديبلوم يونيفرسيتي، يلي هن بيجوا بيتعلموا بينطلقوا بقلب رعاياهم لجنب الكاهن وبقلب مراكز الاصغاء لمساعده هالعائلات. بيحكي كمان المؤتمر واهدافكم اجمالا عن الوساطه، ما هي الوساطه؟ الوساطه هي تقنيه جديده لا ميدياسيون. في عندك ريكونسيلياسيون، عندك لا ميدياسيون. هلا لما بيدخل الكوبل لحتى يصالح، اوقات كثير خلص توصل لمحل كثير مسكره وما في مصالحه. هون بتجي لا ميدياسيون لإدارة الخلاف أو لحله كمان، بس أكثر لإدارته. هالوسيط هذا كمان تقنية، إن شاء الله قريبا بنعلن عن اسم الجامعة يلي رح نتعاون معها. هالتقنية هيدي بتساعد هالكوبل إنه يتفقوا على خلافهم، هن يطلعوا بالحلول المناسبة، وهيك منجنبهم كل مفاعيل الزواج اللي بفوتوا فيها بالمحاكم الروحية، من نفقة، من حراسة، من اصطحاب. هو كلهم بشكله ساسوري بيركوتسيو لي زونفون، بشكله على عائقة للأولاد وللعائلة ككل. أبيتي، دليل موحد لكيفية تأسيس مراكز إصغاء ومصالحة، شو بتعني فيه؟ هذا دليل جديد لأول مرة بيصير، يمكن بلبنان وبالشرق الأوسط باللغة العربية خاصة. من بعد كوننا فريق عمل، لقينا الحاجة انه عم بيقول يسالونا، طيب انا الكاهن، انا شخص بحب ساعد العائله، كيف ممكن اسس مركز اصغاء ومصالحه؟ ما بنقدر نعرف مرافقه، ما بيقدروا يعرفوا كيف دغري هيك على هذا، لانه هيدي خبره جديده. نحن مع فريق متخصص لمده تقريبا بحدود اخذ من ال50 لل100 ساعه شغل،
أن نحط دليل موحد كيف بتأسس مراكز أصغاء، شو هي التقنيات، شو هي الريسورس إيمان، المؤهلات، كل شيء من أول شيء لآخر شيء بيقدر ياخذ هالكتاب هيدا، وبكل الأبرشيات وبكل الرعاية بيقدر يأسسوا مراكز أصغاء. يعني عم نشيل نحن كل العوائق يلي بتمنع أن تأسسي مراكز أصغاء ومصالحة. أدي فعلا في تفاعل بين العائلات ومراكز الأصغاء، أو بين الثنائي يعني المتزوجين وبين مراكز الأصغاء، وأدي منحكي عن مشاكلنا بهالمراكز؟ كثير سؤال مهم، هيدا شيء جديد. اليوم عندنا خجل، مثل ما كان في خجل كتير كبير انه يروحوا على لعند اختصاصي نفسي، اليوم صارت اكثر متداوله فيها الامور كمان بمراكز الاصغاء والمصالحه. الهدف الاول مش بس دغري يروحوا لعند المراكز الاصغاء، لعند كاهن الرعيه اولا، ممكن يكون عند عند كاهن الرعيه يكون عنده اكيب صغير اولي، مثل اسعاف اولي، يقدر يروحوا لعنده كمان ويقدروا يحكي له مشكلته. بتكون المشكله صغيره كثير بالبدايه، بس بعدين بتصير تكبر. هون نحن عم نحفز لحتى العائله ما تخاف، وفي كثير مراكز اصغاء موجودين بالابرشيات، بس ولكن بعد بدها اكثر تطوير، بدها اكثر قوه، وصير في عندها اختصاص خصوصي لهم، على الاكيد بيجوا بعدين. ريتا، قد ايه ممكن ينبنى ثقه بين هالمسؤولين عن مراكز الاصغاء؟ او ينبنى ثقه، وكنت سالتي قديش التفاعل؟ في تفاعل، يعني نحن بمكتب العائله عندنا كمان مركز وساطه واصغاء. أوقات بيجيني تليفونات، يعني أنا وإكيب معنا، وأوقات بيجيني تليفونات من أشخاص دلوني قالوا لي بليز عندي قصة بدي أجي أحكيها، نحن ما بنحب نعرض يعني مشاكلنا. عم بيحكوا لأنه في انترودكسيون كتير واضحة أنه نحن بنلتزم بالسرية، نحن بنلتزم بالاستقلالية وبالحيادية، يعني ما بنجي مع ولا بارتي، نحن بنكون عم نساعدهم ليرجعوا يشوفوا موضوعهم وخلافهم بطريقة سلام وبطريقة موضوعية. وعم بيوثقوا بهالشغلة، وبقدر أقول لك في كتير كوبلات بيجوا وبيبكوا وبيطلعوا كل اللي جوا، ونحن هيدا غايتنا، يطلعوا يرتاحوا بعدين سوا نساعدهم ليلاقوا الحلول. وبيجوا كوبلات ولا لا؟ أول شيء نحن بنطلب، نحن بنطلب نشوف كل شخص لوحده تروق الأجواء شوي، لأنه إذا دغري بدك تجمعيهم صعب كتير أوقات. أبيت خلينا نحكي عن برنامج المؤتمر. يلي هو منوع جدا، يعني قانونيا، نفسيا، رعويا، كل شيء. هيدا أول مرة هيدا هالمؤتمر هيدا بشكل قوي، لأول مرة يمكن بينعمل كمان بلبنان. في محور رعوي نفسي، كل شيء على الأرض شو عم بيصير، كيف ممكن تتعاون المراكز الإصغاء، من شو بتتألف، من كل شيء. وفي كمان الناحية القانونية كمان، يلي هي المحور القانوني، بيتناول كل القضايا القانونية بين العدالة والرحمة، كيف ممكن نوفي القوانين الجديدة اللي طلعت بالكنيسة. طلع البابا أصدر قوانين جديدة حول الزواج، حول البطلان، حول أي شيء موصل فيه للمحكمة، قديش عم بتطبق هالشيء هذا. لكن اللي عم بيروح يحضر هالمؤتمر عم بيشوف نظرة عامة عن الواقع العائلي بالطريقة الرعوية، النفسية، الروحية، القانونية، الأهم شيء اللي هي بتهم كل الناس. كيف ممكن وقت بنقدم نحن لدعوة كيف ممكن تمشي هالأمور هيدي. أنا بدعي الكل، على الأكيد بدي أؤكد الحضور، أنه يحضروا هالمؤتمر لأنه مفيد جداً. رح يكون لكن بالسبت ب 28 الشهر، وين رح يكون؟ رح يكون بحضور غبطة أبينا البطريرك، وبالتنسيق والتعاون مع المحكمة الروحية المارونية، وكمان بحضور عدة محاكم كاثوليكية من رؤساء وقضاة ومطارنة، وبالتنسيق أيضا مع جامعة الحكمة. مشكورين بجامعة الحكمة ببيروت. نعم. الساعة 9 الصبح ببلش المؤتمر، للساعة 7 نهار كامل وبرنامج كامل، نهار لقاء كمان، يعني أكيد بس نهار محاضرات. بدي يعني في نسبة من الأشخاص رح يستفيدوا ويقدروا يحلوا مشاكلهم، في نسبة من الأشخاص بلكي مشاكلهم ما عندها يعني فعلا حلول، لكن رح تكون عم بتحلها بطريقة بلكي سلمية مثل ما عم بتقولي. شو النسبة يلي هلأ هو المدعو أكتر شيء للمؤتمر؟ هو الأشخاص يلي ذوي الخبرة، يلي بدهم يشتغلوا بهالدومين، يلي هن بدهم ينطلقوا لحل المشاكل. هي إعطاؤهم فكرة عامة عن كل المواضيع هن بحاجة يستفهموا فيها وأنه يشاركوا فيها. نعم، هذا بالنسبة للمؤتمر، ولكن بيشغلكم على الأرض. يعني في نسبة ناس كتير ممكن تكون مشاكلهم تنحل بس ما عم يعرفوا يحلوها.
ما هون هون شغلنا، هون شغلنا عم بيكون في الحمد لله بنعمة الله عم بيكون في بروبورسيون لا بأس بها من الناس يلي عم تلتجئ لنا ولمراكز مماثله انه تلاقي الحلول وانه عم تظهر حامله خميره طيبه. بقول لك لو شو ما كان عم يظهروا اروق، عم يظهروا يا مع حلول ماشي الحال يا انه اوكي ما مشى الحال بس اخذوا غير نظره بالتعاطي بمشكلته. هذا شغله كثير يعني في تنظيم للحل كمان. الوساطة كمان هون بتدخل إن ننظم لهم خلافهم. الخلاف له سببين وقت اللي بيتنظم، له نتيجتين حلوة إيجابية، هني مع بعضهم البعض كيف العلاقة الريلاسيون بين بعضهم البعض كيف بتصير، أول شيء بتكون مشنجة بشكل قوي، هون بتخف في تراكمات برافو بيتفهموا بعضهم من بعد ما يكونوا عبروا عن كل واحد عن أحاسيسه ومشاعره وحطوا كل شيء أمام الآخر، هون بتخف العلاقة بصير في نوعا ما بيقولوا نحن في مكان ما في خطأ ولكن بدنا نجرب نحله بطريقة حبية راقية سلمية. وكمان ما بتأثر على الأولاد، الأولاد أمرار بيكون هني متراس بالخلاف، يعني كل واحد بيشد الثاني لمايلته، بيشد الأولاد لمايلته، وهيدا الخطر الكبير اللي بنكون نحن بالمستقبل عم نربي لأزمة جديدة مع الأولاد. نحن هون تدخل الوساطة لحتى نخفف، إذا ما قدرنا وصلنا لحل سلمي نقدر نكون نظمنا هالخلاف بطريقه حبيه وهن بيكونوا ارتاحوا لانه عبروا عن كل شيء، كل الجراحات الموجوده، التراكمات الموجوده، بنقدر ناخذها بطريقه واقعيه صاروا يشوفوا، ليه؟ لانه اللي عم يشتغل معهم كمان له دور كثير كبير، اول شيء على اكيد ربنا، ثاني شيء عم يشتغل بموضوعيه، امرار كثيره نحن بامام الخلافات بدنا نحل الشخص بس هو بدنا نحل الخلاف مش الشخص، من هيك بناخذها بطريقه موضوعيه مش شخصانيه. هاي المهمه جدا، هذه شغله كثير مهمه طبعا. بالبرنامج المؤتمر كنا عم نقول انه في كل المواضيع، من الموضوع القانوني قد ايه يعني ادراك الموضوع القانوني ومعرفه القوانين وشو بي يعني كيف بنقدر انه نكون عم نستعمل هالقوانين مهم كمان لتنظيم الخلاف. اكيد في موضوع من المواضيع في جلسه عم نحكي فيها بين الرحمه والعداله، قديش العداله مهمه بس عدالة من دون رحمة مش معقول، ورحمة من دون ما يكون في عدالة كمان ناقصة. كمان هي الموضوع كتير مهم رح نتناوله، وفي جلسة رح نحكي فيها مهمة المحامي قبل وأثناء وبعد الدعوة يلي كتير بيلعب دوره، يلي المحامين كمان عم يعملوا نحن عم نجرب نهدف هيك كمان. وفي موضوع كمان نسبة الانفصال بالمحاكم وشو عم بيكون أسباب تفكك العائلة. وجاية كمان بحب نوه أنه جاية من الفاتيكان مونسيور فيتو بينتو يلي هو عميد الروتا بالفاتيكان، جاي هو كمان يعطي محاضرة مع سيدنا علوان رئيس المحكمة مسؤول المحكمة الروحية. تنحكي بس أخيرا عن الدبلوم وعن المدياسيون، ومين مأهل أنه يكون عم بيتابع هالدراسات؟ كل شخص، كل كوبل، كل ثنائي أو واحد منهم على الأكيد معه مستوى علمي معين من فوق ال ما ضروري يكون محامي يعني أو لا 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 أو بسيكولوج، أي شخص عنده النية وعنده الرغبة إنه يكون يساعد العائلات بس ما عنده التقنية. نحن مثل ما قلت ريتا من هيئة التقنية كيف لازم يحكي مع شخص، كيف لازم يستقبلون، شو هن التقنيات نفسية علمية اجتماعية قانونية روحية، كيف كانت لازم يستقبل الشخص هذا. هودي هن بيعملوا سنتين عنا نحن، بيجوا على السنتر تبعنا مكتب رعوية الزواج والعائلة على مدة سنتين بعشرين كريديت، وبعدين في اختبار لقلون على الأكيد بيقدر يحصل على ديبلوم وبيكون هو مساعد كاهن الرعية أو مساعد بقلب السنتر تبع المركز الإصغاء والمصالحة. يعني نحن كساسوا ليكوت يلي عم نعمله ايكوت اي اكومبانيومون فاميليال هو هذا الدبلوم او مع المدياسيون، نحن عم نكون إدارة لنا إشراف لنا، عم بيكون بالمكان تبعو المكاتب بكركي، بس أكيد هي جامعات متخصصة مثل الحكمة وجامعات أخرى مشكورة هي اللي عم تجي بتعطي هالباكراوند تبعو لكله. إذا المؤتمر ب 28 شهر ابتداء من 9 الصبح، فإذا تسجيل ضروري. تسجيل الزامي نعم. كيف بتسجل؟
تسجلوا في تليفون موجود التليفون والايميل موجود على هذا بيقدروا يتصلوا وعلى السريع بيقدروا كمان يحجزوا واهلا وسهلا فيهم بالجميع وهالنهار مجاني مع الغداء مع كل شيء اهلا وسهلا بيلي بحس حاله حابب عن جد يستفيد اهلا وسهلا فيكم يعطيكم الف عافيه وان شاء الله كل العيال بلبنان تكون قادره انه تدير حالها ايجابا يعني دائما لو شو ما كانت المشاكل والمواجهات والتحديات يلي طبيعيه انه تكون بمجتمعنا اهلا وسهلا فيكم ميرسي اهلا فيك وفي هلا ومنتابع لايف